آلية الاتصال النصي وآلية الانسجام النصي. وهناك طبعا من يقول آلية الاتصال الخطابي وآلية الانسجام الخطابي، وإشكالية النص الخطابي هي إشكالية كبيرة طرحها اللسانيون وطرحها السيميائيون، وتطرحها اللسانيات التداولية في ضوء حديثها عن علاقة العلامات والمؤول. عندما نتحدث عن آلية نحو النص في ضوء نص تراثي النصوص الشعرية للمقري، فإننا نعني بذلك كما قلت آلية الاتصال النصي وآلية الانسجام النصي. الاتصال النصي له بعد نسقي، الاتصال النصي له بعد نسقي يخاطب المقولات النحوية والمعجمية، وبالتالي فهو يخاطب المرجعية المعيارية أو المرجعية النمطية للنسيج النصي، من حذف ووصل وتقديم وتأخير وإضمار وإحالة، وأيضا انزياحات على مستوى الوحدات النحوية إلى غير ذلك من الأساليب النحوية والبلاغية التي تلاحظ في النص والتي تؤول في ضوء قراءة معينة. أما عندما نتحدث عن الانسجام النصي، الانسجام النصي في الحقيقة يتجاوز البعد القاعدي أو يتجاوز هذه الروابط النحوية إلى مرحلة أخرى أعمق بكثير من هذه المرحلة، إنها المرحلة التي يسميها تشاوسكي مرحلة البنية العميقة أو مرحلة المكون الدلالي. هذا المكون الدلالي الذي نتوصل إليه عن طريق الوقوف على شروط العملية التواصلية وظروف العملية التواصلية، بمعنى أن الوحدة الدلالية الكبرى التي تحقق في ضوء ما يعرف بالانسجام النصي هي الوحدة الدلالية المطلوبة والتي تستعين بظروف السياق وشروطه. أي أننا عندما نتخذ نموذجا نحويا أو عندما نصف نموذجا شعريا وصفا نحويا أو وصفا بنيويا يقدم لنا معالم الارتباط النحوي، فإننا نحاول أن نكون معالم